الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. الناس اللي باغين يردوا السحر إلى صاحبه أو يردوا سحر الإرسال، السحر اللي تيجدد نفسه أو السحر اللي تيجيك بعض الأحيان تينوض الصداع بدون سبب. الصداع تيكون الإنسان تيكون عايش هاني، ولكن تيكون إرسال قوي تخدموه بطاقة شيطانية باش يفرقوا جوش الناس أو يفرقوا عائلة أو يديروا الصداع باش أنهم يتلدوا بهذوك المشاكل وهذاك الصداع اللي تيسبوه لك. إذا كيفاش نحيد تسليط السحر، وكيفاش أنني نخدم بواحد الطريقة ربانية اللي تعطيني طاقة إيجابية بدون شركيات بدون طلاسم بدون أي حاجة إلا بالقرآن وعشبة من عشوب الخالق؟ إذا لرد السحر وإرسال السحر إلى صاحبه، يرجع لي هذاك السحر، لأنه كاين سحر التسليط. سحر التسليط تيكون إما بسحر مرشوش في العتبة أو سحر المسلط تيرشوه في الطريق اللي تدوز منه وتيعطيك طاقة ديال المشاكل وطاقة ديال الصداع. الناس اللي تينوض عندهم الصداع بدون سبب، أو تينوض نفور ما بين الزوج والزوجة، أو النفور ما بين والنفور ما بين الأولاد، فجأة حتى يولي نفور، تيكون هذاك السحر مقصود بسحر التفريق. تيفرحوا الناس إلى فرقوهم، تيفرحوا الناس إلى نوضوا لهم الصداع، لأنهم هما أصلا عندهم واحد الطاقة سلبية في حياتهم وتيبغيو يشوفوا الناس كما هما عايشين. إذا ما هما بضارين إلا بإذن الله، ولو تلقوا الجن والإنس يفارقوك ما يقدروش يفارقوك إلا بإذن الله. شي حاجة مقسمها لك الله غادي تشوفها. إذا كل شي امتحان في هذه الحياة، كل شي امتحان تمر منه الإنسان باش ياخذ عبرة في الحياة. ولكن السحر حق، السحر حق والعين حق، كاين القرآن الكريم والتحصينات، ولكن بعض الأحيان تنتنساو أو تنقولوا ما يمكنش إنسان يبقى مقابل الإنسان، ولكن تجديد السحر دائما مادام أنت في الخاطر ديالهم، مادام أنت عندهم غل من جهتك، لابد غادي دائما الإرسال الإرسال الإرسال. إذا نتمنى الله سبحانه وتعالى يحمي كل مسلم. أغلبية النساء كاين عندهم السحر التفريق أو السحر الفراش أو السحر اللي يدير المشاكل. الراجل ما يلقاش راحته في حياته أو المرأة ما تلقاش حياتها، لأن السحر التفريق في أنواع. أو الناس تيديروا بخور عن طريق الهواء، أو ورقة يحرقوها فيها الاسم ديالك وفيها طلاسم. اذا عليهم اللعنه بلعنه الله، كاع الناس اللي تيادوا خوتهم المسلم عليهم اللعنه بلعنه الله. اذا الله سبحانه وتعالى كفيل بهم، والله غادي ياخذ الحق من كل ساحر او ساحره. اذا احبابي طولت في المقدمه، ولكن عندنا اليوم بخور رائع اللي غادي نقراو عليه واحد الصوره خطيره جدا تترد، سبحان الله العظيم. عندنا واحد الصورة قوية جدا، هي صغيرة ولكن قوية في الإرسال. إنسان إلا قراها بطريقة معينة وحضر هذاك الشخص في البال ديالو، إلا عرفوا بأنه هو ساحره أو أنك ما عارفاش شكون اللي تيسحر لك، قريها وتصيفط الإرسال. تقدري تسمعي على هذاك الشخص اللي نويتي بأنه هو دي، أنك تحاولي تقري عليه 3 أيام، اختاري أي وقت تقري عليه دائما في الليل، صلي ركعتي لله، غتصلي ركعتي لله الواحد القهار، هو ليقهر الجبابرة، قاهر لكل ظالم، قاهر لكل ساحر، قاهر لكل متجبر. إذا الله سبحانه وتعالى هو كفيل بكل واحد. أي إنسان ما يمشيش للشركيات، ما يمشيش عند كاهنات، ما يمشيش، لأن السحر إلا بطلتيه راه غيتبطل بإذن الله الواحد القهار. إذا غادي ناخذوا العرعر، واحد الكمية اللي غادي نتبخروا بها 3 أيام، غادي نبخروا بها مع الظهر 3 أيام مع الظهر، ولكن غادي تقري عليها 3 أيام، عاد تبخري 3 أيام. إذا بحول الله وقوته سورة الفيل غتقريها 13 مرة، 13 مرة. غادي نكتب لكم الدعاء اللي غادي تقراو إن شاء الله من تساليو القراءة، غتقراوها على نية القصد رد السحر إلى صاحبه، ولكن غادي إن شاء الله نكتب لكم
نكتب لكم الدعاء اللي غادي تقراو باش انكم تصيفطوا الارسال. اذا غادي نكون على وضوء، نكون على صلاه، ونحط هذا العرعار امام القبله. بعد ما نصلي غادي نستغفر 100 مره ونصلي على سيد الخلق 100 مره، وغادي نقرا اسم القهار، اسم القهار. بعد ما عاد نقرا صور اسم القهار غادي تقراوه 100 مره، وغادي ان شاء الله تقولوا من مورا اسم القهار هاد القراءه. تاخذوا الصبحه على نيه انكم غادي تقراو اسم القهار، يا قهار يا قهار يا قهار 100 مره، وغادي تقولوا 27 مره يا قهار اقهر من قهرنا بقهرك يا قهار. هذا دعاء ديال اسم القهار، يا قهار اقهر من قهرنا بقهرك يا قهار 27 مرة. بعد ما نسبح 100 مرة باسم القهار، ونوي الأشخاص اللي تضروني في حياتي نقرأ على حسب هذاك الشيء اللي يبان لك انت ماشي معقول، أو الناس اللي تضروك أو تيصيفطوا لك إرسال أو دخلوا المنزل ديالك وأثروا عليك بطاقة السحر. إذا عاد نقرأ نشرع في سورة الفيل 13 مرة، والدعاء ديال رد السحر غادي نكتبوا لكم. إذا غادي نسالي 3 أيام قراءة، كل ليلة نقرأ عليها 13 مرة وندير الدعاء 3 مرات، ونفت على هذا المكون. بعد نغطيه من الطاقة السلبية بشي منديل أبيض ونخليه إلى يوم آخر في وقت معين من مورا العشاء أو في ثلث الليل، انت في الاختيار. وغادي نغطيه 3 أيام، يوم الرابع غادي نبقى نبخر مع الظهر في وقت معين، مع الظهر أو العصر، مع الظهر أو العصر، هادو جوج أوقات بخروا فيهم. تقدروا ديروا مقلات وتخليوا الرائحة تدور في البيت تحيد لكم السحر، وفي نفس الوقت ترد السحر. قاعدوك الشياطين اللي عندك دخلوا على طريق السحر، غادي إن شاء الله يرجعوا إلى صاحب السحر والساحر. الساحر واللي مشى عند السحر غادي يرجع ليه السحر بإذن الله الواحد القهار. إذا قادر ربي يقهر كل جبار، كل منتقم، كل ساحر، كل من يعمل السحر ويرسل لك السحر ويبغي يشوفك بطاقة بطاقة المشاكل، بطاقة السحر، بطاقة سبحان الله العظيم، ما هم بضارنا إلا بإذن الله. أول حاجة بعد ما تبخري بالمقلة غتجمعي البقايا ديال العرعار، غديري واحد كاسرونة وديري فيها حيت هاد العرعار غادي تقسمي الى 3 اقسام. ناخذ القسم الاول نوضعه في ديك المقلات او كاسرون ونبخر البيت بالكامل، ومن بعد هذوك البقايا نخليهم حتى يبردوا، نلوحهم في واحد الكيس حتى نجمع التبخيره ديال 3 ايام. بخرت بالفحم، غادي نجمع الفحم، داك الرماد ديال الفحم، ونلوحو في مكان عاشب، تخرجيه من المنزل لانك حيدتي به طاقه سودانيه، طاقه السحر. اذا نتمنى نكون وصلت لكم هاد الصيغة الربانية ديال كيف أرد السحر إلى صاحب السحر وأوقف الإرسال لتجيني بتجديد السحر. إذا نتمنى أن هاد الوصفة نال الإعجاب ديالكم، نتمنى ربي سبحانه وتعالى يحميكم من شر الشياطين الإنس والجن، وتربي سبحانه وتعالى يبعد منا شر الحاقدين والباغدين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. اذا هذا دعاء على كل ظالم اللي تظلم خو المسلم. والى وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.